اموري فن. من فن حديقتك كنت اكلت قبل كده حاجه عندكم مشطشطه كده؟ لا ما بحبش الشطه، انا تعبان بتعب منها. الدكتوره قايله ما تاكلش شطه. خلاص بلاش، بعد شويه بعد اذنك. شكرا. وحيد انت عصبي كده ليه؟ ولا عصب ولا حاجه يا ست. وحيد انت بويجك ايه؟ لا ثانيه واحده، انا هعرف يا طايا، انت بويجك طيابي ولا هوائي ولا مائي؟ سكني سكني، واخد ناصيه كمان. واو، ايه الكلمه اللي اولها ب واخيها كيف؟ بفتيك. من فضلك ثبت حواجبك، مش عارفه ارسمك. انا مش بالعكس، ده من البرد. كان يا مكان، كان في زمان ولد غلبان اسمه وحيد، وعيوسته اسمها هيام، وتوته توته خلصت الحدوته. حلوه ولا ملتوته؟ تصبح على خير يا انسه هيام. تصبح على خير يا حبيبي. حبيبي ليه بتغيظني؟ رب رب، معجزه من عندك يا رب. شكرا يا رب. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ بابا هو ده اللي انا كنت عامل حسابه. وحيد متفهمنيش غلط يا ابني، ده انا لوحه بترسم. بص. ايوه صدقني يا حبيبي، باباك زي ما قال لك لوحه. اتفضل قدامي يا بابا. حبس هدوء. لا يا بابا، زي ما انت كده بجنازيرك. اتفضل قدامي. اتفضل اتفضل. استر لحمك، كفايه انا فضايح. انا ما عملتش حاجه تحرك يا وحيد. دفعت لك كام يا بابا علشان تقلع هدومك؟ لا متقولش كده، انا اترسبت بمزاجي وببلاش. انا اتضحك عليا، اتكتفت يا ابني. وحيد وحيد كنت هتفضل كده، مش عاوز تبص في وشي. انا ممكن اريحك مني. ايوه انا هرمي نفسي من بير السلم. بابا بابا قلت عليك يا جبان. يا بابا ما انت عمال تترسم وتلف جنازير حوالين صدرك، عملت لي ايه في المصيبه اللي انا اتدبست فيها؟ بالنسبه للمصيبه دي ما تقلقش، يعني رسمه كمان وهخلصك منها. تخلصني منها؟ ايوه. ازاي يا بابا؟ بعد كده مالكش دعوه. ازاي؟ بابا انا بضيع يا بابا، انا بضيع يا بابا. ما شاء الله، انا ما شفتش بوليسه بتخلص بالسرعه دي. اه والله ده تقرير المستشفى طالع 100 100. ده انت لو حاولت تنتحر مش هتعرف يا راجل. الحمد لله، اظن كده بقى مش ناقص حاجه، مش ناقص غير امضه المدير بس. يلا ادعي ربنا عشان نلحقه. يا ترى الباشا موجود؟ ايوه موجود، بس عنده ضيوف. خلاص مستناه ما يخلص. انا كده هتاخر، انا عندي تصوير. امليك 100 مره اقول لك العصبيه دي مش هتنفعك. وبعدين انا قلت لك هخلصك النهارده، يعني هخلصك النهارده. ده انا بعمل فيك معروف، هتدعي لي عليه والله هتدعي لي. ادينا قاعدين. اتفضلوا اتفضلوا. شوف يا باشا يا باشا يا باشا يا ساعة بيه يا فندم يا فندم. بيه يا وحيد؟ البوليس يا فندم. لا يا فندم، دي المرة دي مضمونة 100%. دي البوليسة اللي هترجع ثقة حضرتك فيها إن شاء الله. البوليسة دي لمين؟ اه يا فندم ورا حضرتك. إيه الكائن ده؟ ده يا فندم مليجي أبو العنين، أعظم دوبلير أنجبته السينما المصرية. ده يا فندم لو تركز في وشه اللي عمل النطة بتاعت أحمد السقا فيلم أفريكانو. أيوه أيوه، زي ما أنتوا شايفين إنه العملاء بيتهافتوا على شركتنا، وده بيرجع لثقة العملاء بشركتنا. أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة، شوكت باشا مش مخلينا محتاجين حاجه كموظفين والله. يا فندم ده التقرير بتاع المستشفى. ايوه اه يا فندم. ايوه ودي شهاده المخالفات. تمام، مش ناقص بس يا باشا غير امضه ساعتك الكاريو هنا يا فندم. ماشي ماشي، مبروك مبروك يا ليجي. الله يبارك فيك. طب انا مضطر امشي بقى عشان عندي شغل. مع الف سلامه حبيبي، مع الف سلامه اخويا. اشوفك ان شاء الله. مع الف سلامه. مع الف سلامه. شركتنا قادرة على العطاء. أنا إيه اللي بيحصل لي ده يا عم شريف؟ يا عم أحمد ربنا إنه ما ماتش. ما هو كده كده هيصرف البوليسة. نفسي أجيب بوليسة تكمل يوم واحد من غير ما تتصرف. تكمل يوم واحد من غير ما تتصرف؟ طب ما تأمن على الفنانين، ما هو بره مثلا شاكيرة بتأمن على مناطق معينة. تاخد نمرة ليلى علوي؟ أبوس إيدك. حاضر.
ولا اقول لك بلاش ليلى علوي عشان هتقول لك جبت النمره منين وانا بيني وبينها مشاكل. لا مش عايز اعمل لك مشاكل يا عم. انت تعرف نيلي كريم؟ نيلي دي حبيبتي. تاخد تليفونها؟ بس افرض انا اتصلت بيها دلوقتي لقيتها نايمه ولا حاجه. نايمه ايه يا عم؟ دي بتصور دلوقتي. بس انا معاها جوه الفيلم. هات تليفونك كده بقى هديك تليفون. انا خد اخويا. بس انا خدتها سرقه كده اهو من البيت اللي لبيسه بتاعتك اهو اهو. اللي عايز 53 3 اول مره اكشن. بنت الحاره يا بنت الحاره حبيتك يا ام حلا طاره حبيتك يا ام حلا طاره. شبه الخوخة وكلامها موصوف للدوخة وكلامها موصوف للدوخة. أهياني منها أهياني منها أتلاني سود عيونها سود عيونها. وموعداني وموعداني تابني على البر الثاني انا ايه ذنبي انا ايه ذنبي حدفت للمنديل البندي انا ايه ذنبي انا ايه ذنبي حدفت للمنديل البندي. وبتقولي لي انك بتشتغلي ممرضه؟ اوعى تفهمني غلط يا خالد. خالد وكمان بتغلطي في اسمي؟ انا وائل جوزك يا فجرة. وائل سامحني يا حبيبي. ماشي سامحتك بس طمنيني بتقبضي هنا كويس؟ الحمد لله. طب ايه الزفت ده؟ موبايلها تبطل نحترم نفسنا شويه. ما بتردش يا معلم. وراها وراها بتصور بتصور. وانا يا عم هسيبها لان هفضل وراها لحد الصبح. سلام اخويا. سلام حبيبي. مروحة هوا هوا نيدا أساتذة. بتقوليلي إنك بتشتغلي ممرضة؟ أوعى تفهمني غلط يا خالد. خالد وكمان بتغلطي في اسمي؟ أنا وائل جوزك يا فجرة. وائل سامحني يا حبيبي. ماشي سامحتك بس طمنيني بتقبضي هنا كويس؟ اطمني يا حبيبي. وحشتيني قوي. استوب اسفيني يا استاذ هاني. اسفيني يا استاذ. موبايلاتي يا اساتذه. موبايلاتي يا اساتذه. اسفيني يا استاذ هاني. مش ممكن مش ممكن. دي اهم لحظه في الفيلم. معلش يا استاذ والله مش قصدنا يعني. لا يا جماعه لا ده انا يعني لحظه البوسه دي بالذات يعني ببقى مركز فيها ومجهز شفايفي. اي حد يخرجني بلاقي الشفه بترف. بترف يعني بترعش. اسفيني يا استاذ هاني لشفايفك ولحضرتك ولكل حاجه بترعش عندك. اسفيني يا استاذ. موبايلات56 7 9 مار اكشن. اوعى تفهمني غلط يا خالد. خالد خالد وكمان بتغلطي في اسمي يا فجره.